وللمزيد حول فعاليات المهرجان ينضم إلينا مباشرة من العلمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، أنا الآن أمام مسرح العالم عالمين، هذا المسرح وهذا المكان الذي ستقام فيه الحفل الختامي لمهرجان العالم عالمين، هذا الحفل الذي يحيي فرقة شارموفرز، وقد توافد الجمهور على هذا المسرح ويدخلون لحضور هذا الحفل الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل. هناك توافد وإقبال من الجماهير على حضور هذا الحفل من مختلف الفئات العمرية، وبالتالي نحن نتحدث عن مهرجان العالم عالمين الذي استمر منذ 13 يوليو الماضي وحتى الليلة، أي نحو 52 يوم. ضم العديد من الفعاليات المتنوعة كالفعاليات الرياضية، سباق الكرة الشاطئية، وأيضا بطولة الجودو، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وفعاليات فنية. الكثير من الحفلات، يوم أمس مثلا شهد مسرح الأرينا في العالم، في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين، شهد إقبال كبير جدا خلال حفل المطرب ويجز. كان هناك أيضا حضور كبير، واستمر الحفل حتى 1 بعد منتصف الليل. يمكن الأجواء هنا غاية في الروعة والجمال. نرى أيضا هذه التجهيزات الكبيرة التي قامت بها الشركة المتحدة هنا في مسرح العالم عالمين، مجموعة من التجهيزات واللوجستيات التي استعد بها القائمون على هذا الحفل وهذا المهرجان بصورة أكثر من رائعة. تحدثت مع عدد كبير من المواطنين ومن الجمهور، سواء الذين جاءوا لزيارة المدينة أو الذين جاءوا لحضور حفل شارموفرز الليلة في الليلة الختامية لفعاليات مهرجان العالم عالمين. تحدث الجمهور عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بما يشهدونه هنا في مدينة العالمين، هذه المدينة التي هي أيضا بالإضافة إلى أنها مدينة ترفيهية ومدينة سياحية، فيها أيضا فرص استثمارية كبيرة وتجذب العديد من الاستثمارات الخارجية، هناك العديد من الأبراج والمناطق أيضا التجارية. فبالتالي نحن نتحدث عن مدينة متكاملة يشهد لها العالم أجمع، تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط. نعم. بحوالي 14 كيلومتر، فتتميز بالكثير من الجماليات. نتابع معكم هذا الحفل الليلة الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل فرقة شارموفرز في الحفل النهائي أو الختامي للعالم عالمين. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني من مدينة العالمين.